السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نتعرف على شيء مهم في الرايتنج، في اختبار الرايتنج. المهمة الأولى في الآيلتس، وهي إحنا بنعرف تاسك تايبس، يعني بذلك الأنواع المهمة المطلوبة منك. طبعا في المقطع السابق إحنا تعرفنا على أنواع الفيجر أو أنواع الشارتس اللي تجيك أو الجرافس، لأنها إما يكون لاين شارت أو باي شارت ديو هذا، أو يكون تيبل، وممكن يكون بار شارت، وممكن يكون إيش بروسيس اللي هو ديجرام، أو يمكن يكون ماب، ولا ممكن يكون مكس ميثود، يعني آسف مكس مكس تاسك تاسكس، بيكوز إنه يحتوي على اللي هو الباي شارت وتيبل مثلا. إذا كان يحتوي على هذه فنسميه اللي هو يسمى ميكس تاكس. تعرفنا على هذا كله في المقطع السابق. اليوم إيش الشيء الجديد اللي بنتعرف عليه وهو مهم، وأعني بذلك أن المقطع هذا بيساعدك إن شاء الله في أنك تسوي، يعني هو في نهاية الدورة إن شاء الله بيكون معكم قوالب خاصة بالتاسك 1، لكن هذا المقطع يفيدك في إيش؟ إنك تعرف إنه كدليل لك في 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 القالب. هو بيفهمك كيف تستخدم القالب وإيش الجمل اللي تستخدمها داخل القالب، وإيش الجمل اللي ما راح اللي ما تستخدمها، لأن هنا بنعرف اللغة التي نستخدمها، هل هي لغة مقارنة ولا لغة ترند، ولا ممكن ما تكون لا مقارنة ولا ترند. هناك نوعين من أنواع المهمات في التاسك 1. مهمة يجيك الديجرام يحتوي على داتا، ما يعني بداتا يعني يحتوي على أرقام بيسنتج، وفي هذه الحالة إذا كان يحتوي على أرقام، لكن كما تلاحظون هنا يحتوي على أرقام لكن لا يحتوي على مدة زمن، ما في زمن هنا، بس إيش نلاحظ أرقام ودول. هنا مثلا دول، هنا أرقام أو نسب، وهنا أيضا نسب مئوية وإيش ودول، وهنا معطيك معايير، لكن لا يوجد هناك زمن. إذا لم يكن هناك زمن فإننا نستخدم لغة واحدة وهي لغة المقارنة. لغة إيش؟ المقارنة، أعني بأنك مثلا تقال نورث أمريكا بساوث أمريكا وهكذا. في التابل هذا كما تلاحظ لا يوجد زمن، فإنك تقارن إيرلندا مثلا بأسبانيا أو تركيا أو غيرها. إذن هذا بالنسبة إذا كان الفيجر يحتوي على نسب ولكن لا يحتوي على زمن. طيب إذا كان يحتوي على زمن متسلسل مثلا من عام، يقول لك يبغى مثلا مبيعات السي دي أو الأفلام من عام 2009 إلى 2020 مثلا خلال 10 سنوات هذه، فهذا يسمى ترند، لابد أنك تتبع، يكون فيه زيادة فيه نقصان فيه ثبات فيها. فأنت عندما توصف تستخدم هنا لغة الترند، ترند لانجويج، وكلها إن شاء الله بنعرفها لاحقا. إذن عرفنا هنا في الداتا، إذا كان فيه داتا فإن إحنا يا إما إحنا نستخدم لغة المقارنة إذا لم يكن هناك الزمن، أو نستخدم الترند إذا كان هنالك زمن. في شيء مهم لازم أني أذكره هنا أيضا، في الترند تستطيع أن تستخدم لغة المقارنة أيضا مع الترند both together، متى؟ إذا كان هناك أكثر من إيش، إذا كان في هناك categories أو أنواع متعددة من الأشياء قدامك، فإنك إيش تسوي؟
تسوي بينها مقارنة أيضا وتتكلم أيضا عن الترند. أرجو أنها تكون واضحة. النوع الثاني من أنواع الجراف أو الشارت أو الديجرام إنه ما يكون فيه داتا، يعني ما يكون فيه نسب، ما يكون فيه أرقام، ما يكون فيه شيء، وهذا عادة يكون فيه البروسيس ديجرام اللي هو مثلا بروسيس معين، مثلا هنا كيف صناعة شيء معين، هنا كيف دورة حياة حشرة وهكذا، مثلا دورة حياة الفراشة كيف تبدأ يعني من البداية إلى أن تصبح فراشة أيضا وهكذا، مثلا دورة مثلا طريقة صناعة الإسمنت كمثال، فإنه يمشي في يعني سايكل أو يمشي في خطوات معينة، فلا بد أنك تذكر هذه الخطوات ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 4 وهكذا. وهذه أنا أعتبرها من أسهل، هذه تعتبر من أسهل الاختبارات، لأن عندك اللغة، عندك اللي هي معطيك الفوكابلري هنا جاهز، أنت ما عليك إلا أنك إيش تسوي، تستخدم لغة البروسيس إن شاء الله بنعرفها. آخر شيء عندنا اللي هو المابس. طبعاً المابس أيضاً لا يوجد فيها فكر، ما يوجد فيها نسب، ما يوجد فيها أرقام، ما يوجد فيها، فممكن أنك تستخدم فيها تتكلم في الماب بلغة الماب، يعني بحيث تستخدم اللوكيشن، تستخدم الاتجاهات وهكذا، وهذه إن شاء الله لغة نتعرف عليها إن شاء الله في مقطع له. طيب اليوم إن شاء الله هو اللي بنتكلم عنه فقط في هذا المقطع هو عن لغة المقارنة، كيف أكتب مقارنة بين شيئين. أنا أشوف أنها سهلة، ممكن أنكم درستوها حتى في ثاني متوسط أو ثالث متوسط على ما أعتقد، اللي هي لغة المقارنة. إذا جيت تقارن بين شيئين أو ثلاثة أو غيره، ممكن إحنا نستخدمها هنا، وإن شاء الله بعطيكم structure تستخدمه في المقارنات. لو انتبهت معي هنا تقدر تسوي أنت القالب بنفسك بكل سهولة، تقدر تسوي القالب لنفسك أو تامبلت لنفسك بكل سهولة. نبدأ بسم الله اللي هي لغة المقارنة. أولاً خلني أوضح حاجة، عندنا الـ A والـ B، هذه بتكون شيئين. مثلاً خلنا نبدأ من هنا عشان يكون الشرح واضح، نقول A يكون sugar مثلاً، و B بيكون salt. Okay, let's start. Now إذا حنا بغنا نتكلم عن general، عن شيء اختلافات كبيرة بين شيئين، أنت بغى تقول والله هناك اختلافات كبيرة بين مبيعات الملح وإيش والسكر، فأنت لابد أنك تستخدم شيء structure معين. أيضا لجيت تقول مثلا هناك اختلافات بين السكر والطحين، مثلا السكر والملح فقط، تبغى تقول كذا، هناك ستراكشر ايضا معين. طبعا هنا عشان يكون هذا مفتاح تفهمون زياده، الان معناها مثلا نقول the number of all percentage of أخذ كمثال في نسبة المبيعات أو غيره، لكن هذا عشان أوضح لكم ماذا أعني بإيش بالإن هنا. ف
فإذا جيت تبغى تتكلم عن اختلافات عامة أو اختلافات كبيرة بشكل عام، تبدأ تقول generally، in general، أو أي link تشوفها مناسب. بعدين تقول there is a significant difference between الأي قلنا إيش sugar، between sugar and salt، يقول بي كنا salt. إذا استخدمنا هذا الاستراكشر بيكون ثابت، تقدر تحفظه زي ما هو وتستخدمه يكون ثابت. اللي متغير عندك وش هو؟ اللي هو السكر والملح فقط. إذا هنا استخدمت جملة ممتازة وقوية في الكتابة، وأيضا قارنت بين، لكن ماذا نعني ب significant difference؟ متى نستخدمها؟ نعني بها اختلافات كبيرة أو فوارق كبيرة. فهنا قلت أنت هنالك اختلافات كبيرة بين الملح، مبيعات الملح السكر والملح، أو بين السكر والملح بالنسبة يعني. طيب هنا فيه نوع ثاني تقدر أنك تستخدمه، ممكن تقول إذا أنت بتقول مثلا هنالك اختلافات كبيرة في مبيعات، اللي هو كان يتكلم بس عن، إذا كان الفيجر يتكلم عن ما يقارن بشيء، بتتكلم عن شيء معين أو بتتكلم عن نسبة مبيعات، ممكن تقول مثلا تقول هناك اختلافات كبيرة في نسبة المبيعات. هذا أيضا general أو حاجة تبغى تقدم اختلاف، introducing differences. فتقول مثلا generally there is a wide spread in what in the percentage of إيش مثلا percentage of sale or percentage of oil اللي هو موجود عندك دي تبغى تقارن بينه. أو ممكن تقول the number of مثلا visitor أو the number of اللي هو على حسب إيش كان يتكلم عن الفكر. إذا هذا هو إذا كنت تبغى if you wanna introduce general general difference، أو إذا كنت تبغى تقدم بس حاجات اختلافات بشكل عام زي كده. طيب إذا كنا نبغى تتكلم تعمق وتذكر اختلافات أو تقارن بين أشياء بشكل عميق، فإنك تبدأ فهناك في هنا في فقرة B يكون فيه اللي هو comparative structures، يكون هناك إيش يكون هناك جمل تستطيع أن تستخدمها في الكتابة، أيضا تستخدمها أيضا كقالب، أي كنت تقصد القالب والبير، وأيضا تستفيد منها في الكتابة في هذا التاسك. فتبدأ عندنا أول استراكشر، إذا كنت تبغى تقارن بين شيئين وتذكر النسبة، تذكر إيش النسبة الرقم يعني. فتقول مثلا in contrast وتذكر هنا B إلى الـ A، in contrast to قلنا A إيش، هذه أيضا بتكون ثابتة، الـ A بيكون إيش غير ثابت معنا. تقول in contrast to، إذا استخدمت in contrast لابد أن تستخدم to، in contrast to sugar أوكي كوما بعدها تقول salt is، على حسب أمامك هل هو بشكل يعني large ولا smaller، اللي هو larger أو smaller. نقول مثلا in contrast إذا كان
الملح أقل من السكر كمثال، فأقول in contrast، in contrast to sugar salt is smaller، is smaller. طيب إيش بعد smaller؟ إيش ممكن أقول بعد smaller؟ by. طيب إيش بيكون ال x هنا عشان يكون مفتاح هنا؟ ال x ممكن يكون number، ممكن يكون إيش number، ولا يكون إيش نسبة. ممكن يكون رقم أو يكون نسبة. أوكي. إذا in contrast to sugar salt smaller by وتحدد 30% 40% وهكذا. أو ممكن تقول in comparison with sugar، مقارنة مع السكر الملح أقل. وتستطيع أن تستخدم هذا الاستراكشر مثلا أو هذا أو هذا، كلها صحيحة. أيضا هذا بيكون comparison بيكون أيضا ثابت. إذن هذا هو الاستراكشر الأول، هذا هو الاستراكشر. أو الاستراكشر الثاني إنك تبدأ بالسكر، تقول sugar is approximately مثلا larger or smaller than b، وهذه اللغة أخذناها في ثاني متوسط، هذا اللي ما كنت أتكلم. فأقول مثلا sugar is approximately smaller than salt. هذه جملة صحيحة، وأيضا تستطيع أن تستخدمها في المقارنة. هذا يكون متغير والباقي يكون ثابت. متغير الباقي تستطيع أن تقول just، تستطيع أن تقول إذا كانت أقل under or over، وهكذا approximately. هنا طريقة أخرى تستطيع أن تقول salt is approximately three percent هنا أيضا ذكرت الرقم، النسبة ممكن يكون رقم، ممكن يكون مليون مليون، ما على حسب الفكرة شو معطيك. طريقة الاستراكشر الثالث إنك تبدأ بالنون، تقول sugar is، تختار يا under or over. تقول sugar is under twice as، مثلا تختار واحدة large great high كلها بنفس المعنى، بعدها as b، فتصبح بهذا الشكل. جينا نكتب مثال عليها،
جينا نكتب مثال نستطيع نقول sugar is under مثلا twice as large as salt. أو ممكن تقول sugar is under two times as large as salt, three times على حسب مثلا twice إذا مثلا كان أكثر منه يعني ضعفها مرتين أو زي كذا. نأتي إلى الستركشر الرابع. الستركشر الرابع تبدأ بنوم كما نرى وتبدأ بالنوم اللي هو sugar or salt or اللي هو النوم الموجود عندك وبعده is considerably مثلا هذه تختار أي واحدة من هذه على حسب الفيجر اللي أمامك. ف considerably معناها كبير بشكل كبير أو زي كده. greater or higher or smaller أيضا على حسب المقارنة اللي هي أصغر ولا أكبر ولا أعلى ولا غير. then b طبعا هي الصنف الثاني اللي بتكون تقارن بين الـ A والـ B. الستركشر الخامس قبل نوصل للستركشر الأخير إذا كان A اللي هو sugar is almost مثلا or roughly أي واحدة منها تستخدم. مثلا نقول almost وتكتب as large or as high as b. b اللي تكون الصنف الآخر. الستركشر الأخير إنك تستخدم الـ A مثلا تبدأ بالنوم تقول sugar produce تبدأ بعدها يجي verb produces بعدين تحدد إذا كان النوم اللي أنت تبغى توصفه أو تبغى إذا كان معدود فإنك تستخدم مور وفيور. إذا كان غير معدود تستخدم مور وليس. أنا أفرض أنه معدود فنقول اللي هو A produces more than B الصنف الأول produces fewer than salt. sugar produces more than salt. salt produces more than sugar وهكذا. لكن إذا كان الرقم نفسه ما نستخدم more ولا نستخدم the same. بعده يجي النوع. كيف نقول مثلا نقول sugar إذا كنا نتكلم عن نسبة مثلا نسبة المبيلات نقول sugar produces the same
number of or the same percentage of. هنا نحط مبيعات سيلز مثلا، او على حسب ايش كان الموضوع عن المبيعات عند الاستهلاك او غيره. بعدها يجي as، بعدين الصنف الثاني اللي هو الملح. هنا ست طرق تستطيع ان تقارن بها، هذه ما نسميها بلغة المقارنة. ارجو انها تكون سهلة، تكون مفهومة. هناك طرق اذا كنا بنتكلم بشكل عام، وهذه نستخدمها ايضا. طرق اذا كنا بنتعمق، وايضا هي عبارة عن ست طرق. في المقطع القادم إن شاء الله نحاول نراجع ما قدمناه من لغة المقارنة، بعده بنتكلم عن structures أو طرق مقارنة أخرى، بتكون تقريبا كما نرى 4 طرق أخرى، وبكون أشرحها لكم بتكون إيش ماذا نقصد بها. أتمنى يكون الشرح واضح، أيضا الصوت يكون واضح. لغة المقارنة مهمة جدا، ممكن أنك ما تكتب منها إلا جملة أو جملتين إذا كان نتكلم عن ترند، لكنها مهمة في رفع الدرجة. ممكن يكون مهمة كاملة كلها مقارنة، فما نهمل هذا الجانب اللي هي لغة المقارنة. وبالتوفيق.